هاي هاي هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهارده هنتكلم مع بعض عن top secrets in English، اسرار مهمه جدا في اللغه الانجليزيه، اضمن لك لو انت استخدمتها صح هتتكلم like native speakers. تابعوا معايا الفيديو ده وانتوا تعرفوا ازاي. Let's start. اول سر من اسرار اللغه وهما الحرفين دول، شايفينهم؟ الان والجي. الان والجي لو جات لي في نهايه اي كلمه ما ينفعش انطقها ان جي، هنطقها ان، هنطقها ان. زي ايه؟ زي كده walking walking، طبعا احنا كلنا بنقراها walking صح؟ ايوه، لكن native speakers هننطقها walking walking walking. اوكي، تاني سر من الاسرار اللي معايا النهارده وهي دي and and. انا مش بقراها and، امال هقراها ازاي؟ كلها تختصر في الحرف ده. ايوه الان، يعني مثلا هقول black and white، طبعا احنا كلنا هنقراها black and white صح؟ ايوه، لكن النيتف سبيكرز هيقروها كده black and white black and white black and white. اوكي، تالت سيكريت معايا النهارده وهي دي going to. going to انا هقولها على طول وهختصرها لي gonna gonna. for example I'm going to be there. طب انا عايزه اقراها like native speakers، هقول ايه؟ I'm gonna be there. I'm gonna be there. I'm gonna be there. Okay. رابع سر معايا النهاردة وهي want to. Want to. Want to برضو لو جات لي في أي جملة هختصرها لي wanna. 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 Okay. آخر سر النهاردة معايا في الفيديو ده وهي his وher وhem. دي لو جات لي ما ينفعش أنطق الـ H خالص، باكلها. طيب نشوف مع بعض مثال عشان نفهم أكتر. Give her another chance. طب احنا كلنا هنقراها كده Give her another chance. طيب أنا عايزة أقراها كnative speaker، هقراها إزاي؟ Give her another chance. شايفين قلتها إزاي؟ Give her another chance. Give her another chance. أوكي، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة Part 1 لـ Top Secrets لـ How to Speak Like Native Speakers. تابعوني في Part 2 وهكمل لكم بقية الأسرار. لو عجبكم الفيديو مش تعملوا لايك وشير وكومنت حلو زيكم. Thanks for watching and see you soon.